المبارك بإذن الله تعالى. خير ما نبدأ به اجتماعنا المبارك هذا آيات عطرة من ذكر الله الحكيم نرتلها على رسالة من القارئ حيدر هشام المحفوظ فليتفضل مشكورا محفوظا بالصلاة على محمد وآل محمد. بالشكر الجزيل لاستجابتكم لدعوتنا لحضور هذا الاجتماع الهام والذي نرجو من العلي القدير ان يكمله بالنجاح والتوفيق. ايها الساده السيدات الافاضل، لا يخفى على احد منا مكانه ودور الجمعيه الرياضيه في المجتمع، فهي نتاج المجتمع ومؤسسته التي لا ينقطع عطاؤها على مر الاجيال منذ تاسيسها حتى وقتنا الحاضر والقادم من الايام ان شاء الله. فدورها ومكانتها وتطوير اداء مرتبط بما يعيشها المجتمع وينبغي تصحيحها. لذا علينا ان يستشعر الرفق من أفراد المجتمع بأن له دورا في مسيرة هذه الجمعية وأن تكون نفسه قصيرة عليها في مدى دعمه لها من عدم. وقد بلى الزمن الذي ينظر فيه بأن مسؤولية إدارة الجمعية يقع على أصحاب أفراد فقط يمثلون مجلس إدارة الجمعية، ولكن ينبغي أن ينظر الجميع نظرة أشمل ويرون بأن المجتمع ككل مسؤول عن ذلك، وان هؤلاء السله المباركه في مجلس الاداره يقومون بالجانب التنفيذي الرسمي لسير العمل. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد. وقد يكون وظيفة
ونفسية هذا الإنسان العابد بهذه النية فلا يحتاج إلى أي شكر، وأيضا لا أنه ينتظر شكرا من أحد أو مساندة أو غير ذلك، ولكن وظيفة الشخص المقابل ووظيفة أهل البلد أن يقوموا بشكر كل من أسدى إليهم بمعروف أو قدم لهم شيئا، وهي طبيعة وكذلك ثقافة قرآنية أراد الله تأصيلها في نفوس الجميع، أن يشكر الإنسان ابتداء من خالقه سبحانه وتعالى، وإذا تلقاه شكرته لأزيدنه. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رقم 43 وفي تاريخ 20/1/1402 هجرية، ويشمل منطقة خدماتها قادة الجيش وتوافعها ومقرها الرئيسي الجيش. رؤية الجمعية وهي الريادة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام ومسارهم، والرسالة أن تكون جمعية خيرية تسأل تقديم خدمات اجتماعية وتكافلية مميزة من خلال برامج وأنشطة مختلفة، وقيم الجمعية الشفافية في المساواة التكافل والشراكة الاجتماعية التمييز. أهداف الجمعية: الهدف الأول هو تقديم مساعدات مالية وعينية عبر برامج مختلفة تقدمها الجمعية من إعانات شهرية مساعدة مؤقتة للأفراد المستحقة. بالعلم فإن بعض المناصب في الجمعية لائحة جديدة قد تم الاستغناء عنها، وهي منصب أمين السر وأمين الصندوق، واكتفى المركز الوطني بتحديد فقط رئيس ونائب رئيس لمجلس إدارة الجمعية، فلا يوجد ما يسمى بأمين السر. الآن حل محله الرئيس التنفيذي والمدير المتابع للأعمال المؤسسية والجمعيات. على الوضع الحين ما في سر، خلاص في موظفين بالمفتوح كله مفتوح. وفي خصوص تسوية مقبرة الجيش، الاخوان هم عادل عبد الله علي العادي، سعيد احمد عبد الله واولاده، علي مسلم القصاب، نايف عبد الله مسمار القحطاني، مصطفى عبد العلي، حسين ال درويش، احمد ابراهيم عبد اللطيف عثمان، محمد رضي الوالد، شركه مسار البيئه والمقاوله، ولهم جزيل الشكر والتقدير، ونبدي لهم ايضا ثواب الصلوات. أيضا لا ننسى لجنة الفرز الموجودة بيننا وهم ضيوفنا المشاركين في عملية فرز الأصوات لانتخاب مجلس الإدارة القادم 13 لجمعية الجيش الخيرية. وهو الأستاذ بدر علي السعيد المدير التنفيذي لجمعية العوامية، الأستاذ زكي صالح المسلم المدير التنفيذي لجمعية تنوي أخير لمن لديه استمارة للتصويت عليه وضعها أو تقديمها للجنة الفرز الآن، وهي الفرصة الأخيرة لتقديم استمارات الترشيح والانتخاب للمجلس القادم. الشكر الأخير للجنة المنظمة واللجنة الإعلامية. أصدق عليهم شكر أخير بعد هذا الشكر. اللجنة المنظمة واللجنة الإعلامية المشاركين في انعقاد هذه الجمعية العمومية المباركة. سماحة الشيخ عبد الله محمد آل سنبل، حيدر هشام المحفوظ، ومحدثكم ابراهيم عبد الواحد آل سلام، محمد احمد آل عادي، علي المبارك، محمد عبد المحسن، احمد الزراء، صالح العواد، عبد الواحد، علي آل درويش، فلهم كل الشكر والتقدير، ونهدي لهم ثواب الصلاة على
الأصوات للأصوات بالصوت المرتفع إلى الأنسة. الصوت الأول، الصوت الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، مهدي علي مهنا، 141 صوت. ممكن تفضل الأخ مهدي حفوه الصلاة على محمد وآل محمد. الله 141 صوت. Gracias.